لهنا دخلنا توا لجهة الدجاج والحمام والفلالس وكل شيء. من باب الرزق يا رب. يا أيوة الله يا خاي خيانتي من أكل أنا متحمس. سمير ديك الروم عظم سمير ها ابو مجز المصري قاعد يتسرد كثير مزيان اليوم مزيان حتى الغد ندخل من جهه العصافره تو ليجيون يكبر ما شاء الله. هذوما اللي هنا يبيعوا الأقفاص والقطع والمكان معناه نحطوا فيهم الماكلة العلفة. هذه العلفة نتاعهم تاع الدجاج والحمام والفلالس والأرانب. Thank you.